بسم الله الرحمن الرحيم. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وآنس في القبور وحشتنا، وارحم فقر أفواهنا ومن شر وجوهنا، وارحم وقوفنا بين يديك.